بالنسبة لفيلم السرب ده، فيلم أنا كنت منتظره من زمان لأنه من الأعمال الهامة جدا في حياتي، وعمل بيتكلم يعني أنا بتكلم عن إحساسي ببلدي وإحساسي الوطني بشغلي. يعني أنا مش شرط أبقى دايما بتكلم على صفحات السوشيال ميديا أو إن أنا نزل بوستات فيها تعاطف، أنا بعمل كده بشغلي. فأعمالي الوطنية هي اللي بتتكلم، سواء كان بقى من أول ولاد العم لغاية الزيبة لغاية الصفعة لغاية السرب. يعني الحقيقة أنا بحب أقول رأيي بشغلي. أستاذ شريف، من الشخصيات الوطنية أو اللي بتحب تتكلم عن وطنها وعن الوطنية اللي موجودة عندك، غير شخصيات كتير ما تحبش توضح ده أو تتكلم؟ والله يا فندم أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني مش هزايد بيني وبين حد، يعني إنما دي بلدنا وإحنا كلنا بنحبها وهنفضل نحبها ومنناش غيرها، وكل ما نقدر ندافع عنها وكل ما نقدر نقف معاها ونقدم لها هنقدم. فأنا سعيد جدا وبشكر نيش ماجازين على التقدير ده جدا جدا جدا.